الرئيس العام يعلن عن فتح منشآت الرئاسة العامة أمام شباب وشابات الوطن، ورئيس أندرلخت البلجيكي يشكر الأمير عبد الرحمن بن مساعد على تعامل الهلال في انتقال الهوساوي. هاشك الهلال يتوعد بتجريع كريد الاتحاد من كأس الخسارة، والحماد يرسم الخطوط العريضة لكلاسيكو الأبطال. الدكتور حافظ المدلج يعاتب الأمير نواف بن محمد ويطالبه بالتركيز على ألعاب القوى، ويوجه رسالة قوية لجميع من انتقده عبر كورة. الضغوطات تفقد الأندية أوراقا هامة في الوقت الحرج، وطموحات مدربي الأبطال بين منصة الذهب والظهور المشرف. أنتم تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30، والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ كما اعتدتم بأخبار شؤون. طفح الكيل بالدكتور حافظ المدلج عضو رابطة الأندية السعودية المحترفة من كثرة الضغوطات والاتهامات التي تلاحقه، حيث وصل به الأمر للدعاء على نفسه إذ كان يعمل لمصلحته بعيدا عن مصلحة الوطن، وذلك خلال حديثه المثير والجريء الذي أدلى به أمس لبرنامج كورة عبر فقرة للتوضيح فقط. وفجر المدلج خلال الحلقة العديد من الأمور، حيث أكد في بداية المطاف أنه اختار برنامج كورة من بين مختلف وسائل الإعلام العربية لإغلاق جميع الملفات التي يدور فيها الجدل حول اسمه، مشيرا إلى أن تصريحات حول الإعلاميين مسبقي الدفع تصدر وصدرت من الكثيرين، إلا أن هناك من يحب تصيد الأخطاء ضده، وبين أن أحد المسؤولين أطلعه على رسالة نصية تؤيد ما ذكره بعد التصريحات التي أطلقها، موضحا عدم معارضته لمن أراد أن يرفع ضده قضية حول هذا الموضوع. وفيما يتعلق بوصف بابا نويل الذي أطلقه على عبدالله الدبل، أكد أن بابا نويل شخصية اعتبارية يطلقها الغرب على الشخص الذي يجلب لهم الفرح، مشيرا إلى أن الدبل من أهم أسباب دخوله الوسط الرياضي، إلى جانب أنه شخصية لا يمكن أن تتكرر. وأبدى الدكتور حافظ المدلج عتابه على الأمير نواف بن محمد رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الذي وجه له انتقادات مستمرة، وقال أن الأمير نواف بن محمد لو ركز على ألعاب القوى لترأس الاتحاد الآسيوي، مؤكدا أنه سيواجه الإساءة بالإحسان رغم وصف الأمير نواف بن محمد له بالسيء، وقال أنه شخصية مميزة ومؤهلة لقيادة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى. يعني مثلا يعني اللي أعتب عليه مثلا، زي مثلا أكون صادق وخلني أتكلم بصراحة، تفضل. يعني مثلا الأمير نواف بن محمد شخص أقدره ويقدم عمل جبار في اتحاد ألعاب القوى، ونتمنى إن شاء الله أن يحقق لنا أول ميدالية ذهبية في أولمبياد لندن. بس الأمير نواف محمد متخصص في اتحاد ألعاب القوى، وأنا أتمنى أنه هو رئيس اتحاد ألعاب القوى، أتمنى أنه إن شاء الله أشوفه رئيس الاتحاد ألعاب القوى الآسيوي، أو عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، أو رئيس لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى. لكن في كل شاردة واردة، كل ما يجي برنامج أو موضوع فيه إسقاط على محمد النواس وحافظ المدلج، أعرف أن المتصل القادم هو أبو محمد، اللي أنا أعرف أنه يتكلم من غيرة وأعرف أنه يتكلم من حب، ولكن أنا ما عمري تدخلت في عمل اتحاد السلة. ما تدخل في عملكم، تحس ما بتدخل، بس أنا قصدي أقول أنا ما عمري أعطيت رأيي أو جيت تكلم. واضح أنه أزعجك. لا بس يعني تحس أنه يتصيد كثير صح، وأنا قدره. شوف أنا بقول لك شيء، في ناس كثير لما يتكلم ما يعنيك، لأنه بالنسبة لك تعرف أنه يمكن هو إنسان طر، لكن هذا ابن الرياضة، هذا لعب في الرياضة أكثر من 30 سنة قبل ما أنا أجي للرياضة، هو موجود في الرياضة وهو في اتحاد ألعاب القوى من سنوات طويلة. ليه أترك الـ يعني التخصص اللي أنا فيه وأجي؟ يعني أنا ودي أقول أنه أنا مع ألعاب القوى، وأنه أنا عندي ثقة أنه نواف محمد في ألعاب القوى قد يكون واحد من أفضل رؤساء الاتحادات. بس خليك يا الأمير نواف، خليك يا الأمير نواف ألعاب القوى وتركنا كرة القدم. أنا متأكد يعني لو تقصد كذا؟ لا أنا متأكد لو أن أبو محمد ركز أنه بالإمكان يكون رئيس اتحاد ألعاب القوى، يصير ممثلنا الخارجي في ألعاب القوى في آسيا. وأنا في النهاية بقول بس كلمة، إذا هل هذا آخر كلام عندي ولا لا بتسمح لي بربع دقيقة؟ 20 ثانية. 20 ثانية. أنا أقول يعني، وهذه دعوة صادقة من قلبي، اللهم أنت تعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في وجودي
وفي عملي، ما في سعي لمصلحتي الخاصة وليس مصلحة الرياضة السعودية. اللهم لا تجعلني أوصل بيتي الليلة السالم. وأنا أتحدى كثيرين أنهم يجون يقعدون بنفس المكان ويدعون هالدعوة لأنفسهم، لأني أنا أعرف وش فيها القلب. أقسم بالله ما في إلا حب لهالبلد. وآخر شيء أفكر فيه، في ناس كثير يقولون لي أنت تتعامل مع الناس تعامل يعني ما أنت تتعامل التعامل المفروض أنك أنا أقول والله العظيم إني أتعامل لأني أحب هالبلد. إذا في ناس كثيرين يشوفون أن حبي لهالبلد يعني فيه شيء ضايقهم، فأنا أسف لأني أحب ذا البلد وأعشق ترابه. وإذا اليوم اللي أنا ما فيني خير في هالبلد، اللهم اجعلني تحت التراب ولا تحطني فوق التراب. يا رب أنت تسمعني وتعرف صدق كلامي. إذا في يوم واحد جاء اليوم اللي أنا ما فيني خير لتراب هالبلد، يا رب أني أكون تحت تراب هالبلد، لأني أعشق هالتراب. وكل الشغل اللي أسويه وكل الشغل اللي بسويه أسوي عشان تراب هالبلد، ولا 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 أفكر في اللي يقولون الآخرين. قدم رئيس نادي أندرلخت البلجيكي السيد روجر فادنستوك شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد على تعامل إدارة النادي الاحترافي في مسألة انتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم أسامة هوساوي. جاء ذلك عبر خطاب بعثه السيد روجر فادنستوك لرئيس نادي الهلال، قدم فيه جزيل شكره وتقديره بمنح اللاعب الفرصة واللعب خارجيا. وأشاد السيد روجر بنادي الهلال قائلا أن أسامة هوساوي انتقل من أكبر الأندية في منطقة الخليج وآسيا إلى نادي لا يقل أهمية في قارة أوروبا، كما أن النجاحات التي سيحققها اللاعب مع نادي أندرلخت ستنعكس إيجابيا على نادي الهلال، متمنيا بأن يكون انتقال أسامة هوساوي بداية تأسيس علاقة بين ناديين لهما تأثيرهما في قارتي آسيا وأوروبا. ووجه السيد روجر فادنستوك الدعوة لرئيس نادي الهلال الأمير عبد الرحمن بن مساعد لحضور أي من لقاءات الفريق المقامة على أرضه في الموسم القادم. وتمنى رئيس نادي أندرلخت موسما مشرقا لنادي الهلال في هذا الموسم وللمواسم القادمة، مؤكدا على عمق العلاقة التي تربط بين الناديين. كلفت لجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم برئاسة عمر المهنة الدولي عبد الرحمن العمري بإدارة مواجهة فريقي الهلال والاتحاد غدا الخميس على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في إياب مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال. ويعاونه الدوليان عبد العزيز الكثيري وناصر المظفر على أن يتواجد الدولي مرعي العواجي كحكم الرابع والدولي السابق محمد سعد بخيت مقيما. ويقود الحكم صالح الهذلول مواجهة الإياب بين فريقي الفيصلي والأهلي مساء السبت بملعب الأمير سلمان بن عبد العزيز في المجمعة، ويعاونه وليد البعيمي خلف زايد ودولي الصالات مطرف القحطاني رابعا، ونائب رئيس اللجنة لشؤون الحكام الدولي السابق إبراهيم العمر مقيما. على أن تعلن اللجنة لاحقا أسماء حكام مواجهة النصر والشباب التي ستقام مساء الأحد القادم في الرياض، رغم ما يتردد حول تكليف الحكم فهد العريني، بالإضافة إلى الإعلان لاحقا عن حكم لقاء الفتح والاتفاق التي ستقام مساء الثلاثاء القادم في الأحساء. ظهرت اليوم تسريبات صحفية عن القائمة التي اختارها مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الهولندي فرانك ريكارد لارتداء شعار المنتخب في كأس العرب المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 يونيو حتى 5 يوليو في محافظتي جدة والطائف. وبحسب خبر نشرته صحيفة الرياضية، فإن القائمة التي سيعلنها ريكارد عصر السبت المقبل في المؤتمر الصحفي الذي سيعقده في مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا في الخبر ستتكون من 30 لاعبا، يأتي من أبرزهم محمد السهلاوي، سعود حمود، وإبراهيم غالب من النصر، عيسى المحياني، سلطان البيشي من الهلال، عقيل بلغيث، منصور الحربي، ومحسن العيسى من الأهلي، حسين شيعان، وفهد حمد من الشباب، فهد ثنيان من التعاون، أحمد الكسار، يحيى المسلم، ووليد الجيزاني من الرائد، محمد أبو سبعان من الاتحاد. اعتمد الجهاز الفني لمنتخب المملكة للبراعم لكرة القدم تحت 10 سنوات الذي يقوده المدرب الوطني محمد العبدلي قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 30 إبريل إلى 4 مايو. وضمت القائمة 30 لاعبا من أندية ومناطق تعليمية مختلفة. وأكد مدير المنتخب عبدالله المسند أن هذا المعسكر هو الثالث لمنتخب تحت 10 سنوات في هذا الموسم، بعد أن أقام معسكره الأول في مدينة الرياض والثاني في مدينة جدة. ومن المنتظر أن يخوض المنتخب خلال هذا المعسكر 3 لقاءات ودية ستكون أمام براعم أندية الثقبة، المحيط، والهدى، حيث يهدف الجهاز الفني الوقوف على مستويات اللاعبين.
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اسمحوا لنا في بدايه الحلقه نرحب بضيفينا معنا في الاستوديو الاستاذ عبد الله الضويح الكاتب الصحفي والناقد الرياضي المخضرم. مساء الخير بدر، اهلا وسهلا فيك. مساك الله بالخير، حياك الله. سعيدين بوجودك معنا. وانا اكثر. ومعنا من جده عبد الاقمار الصناعيه المحلل الرياضي ايضا والمخضرم ايضا الدكتور مدني رحيم. مساء الخير يا دكتور. اهلا بكم الاستاذ عبد الله الضويح ومشاهدينا الكرام. مساك الله بالخير دكتور مدني. أهلا أستاذ عبد الله، حياك الله. طيب نبدأ مباشرة بالخبر الأول. المدلج يطالب الأمين نواف بن محمد بالتركيز على ألعاب القوة بعد أن طفح به الكيل وتحدث عن العديد من المواضيع بالأمس، ختمها بالدعاء اللي قالت إنه اللي سمعناه في بداية الخبر. مبادر، والله الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أعتقد ما أدري، إحنا نبدأ من حيث انتهى الدكتور حافظ. قضية الدعاء هي لما تحس، هي طبعا طلعت من حرقة ويمكن شعور بالغبن أو شعور بأشياء كثيرة، رغم أننا يعني نقول أنه أنت طالما أنت واثق من نفسك أنت ما في داعي تصل مرحلة الدعاء على النفس وإن كان صادق. وللأسف أن احنا أصبحنا في هذا المجتمع الرياضي كثير من الأمور نشخصنها، يعني تمس ذات الأشخاص أكثر مما ننقد العمل. يعني لما الدكتور حافظ تكلم عن في البداية، أول كلمة تكلم عن قضية بعض الإعلاميين، عندما قال بعض الإعلاميين واتهمهم أو أنه عنده رسائل أو عنده إثباتات على بعض الإعلاميين مستفيدين أو لهم علاقات برؤساء أندية، بعدها أكدها رئيس نادي الشباب البلطان. المشكلة للأسف أنه بعض الإعلاميين أنفسهم متهمين بعضهم بهذا الشيء، وأيضا هم أدنوا أنفسهم، فالآن بدأوا عندما جاءت الإدانة أو الاتهام من خارج الوسط الإعلامي بدأوا يثروا عليه. لست طبعا مع هذا ولا مع هؤلاء، ولكن بقدر ما أنه أحلل الموقف. نفس العملية بالفعل، أنا شفت الأمير نواف بن محمد في أكثر من مناسبة بالفعل كان دائما يلقي على محمد أنه يسرع حافظ المدلج، وأنا لا دافع عن محمد لهم أخطائهم والدكتور حافظ له أخطاء كلهم، لكن إذا أنه ما تحملنا إذا كانوا يخطئون، يعني كنا دائما ننادي وكثير ينادون بإبعاد الحرس القديم، وإن كنت أنا ضد هذه التسمية، ودائما يطالبون بأن يكون لنا صوت في الاتحاد الآسيوي. لم نستطع أن نبني صوت في الاتحاد الآسيوي عن طريق عبد الله الدبل الله يغفر له يرحمه إلا بعد سنوات وبعد جهد وبعد أعمال. يعني لما نجي لحافظ، لما نجي للنواصل، لما نجي للمسح، لما نجي لمجموعة أخرى، كلهم يعتبرون جدد بالنسبة، فلا بد أنك أنت تعطيه فرصة، ولا بد أن احنا ندعمهم عشان يصل صوتنا في إذا أردنا أن يكون لنا صوت في الاتحاد الآسيوي. لا يمكن أن نصل بين عشية وضحاها نكون شخص نقول والله هذا عبد الله الدبل ولا هذا فيصل بن فهد ولا هذا إلى آخر، من احتفاظ بالألقاب للجميع طبعا. دكتور، تعليقك على كلام الدكتور حافظ مدلج. والله أنا من الناس اللي يعني إذا أحد أتكلم يعني أترك كل ما يتكلم يتكلم. إذا أنت دائما تأخذ الرد والعطاء والعادي معناها حتخلق مشكلة، والمشكلة تتسع، ولها عندما تهدأ أو لا تجاوب أو لا ترد المشكلة تنتهي في محلها. لكن الدعاء اللي قاله يعني الدكتور حافظ المدلج أعتقد ما له لزوم. الناس يعني مصدقينك وعارفينك، وأعتقد كثير ما في أحد يشك في ولاء إنسان لبلده، حتى يعني لو الواحد بيتهم الدولة عارفة كل مين بعمله وما يعمل، وعارفة الطيب من البطال وكل شيء فاهمينه. لكن والأمير نواف يمكن يكون من غيره وأحيانا، لأنه الأمير نواف كان يعني يشترك في الاتحاد الآسيوي أحيانا لبعض، لما كان ماسك في كرة القدم في الاتحاد السعودي لجنة المسابقات كان له يعني باع في الأدي. فما أعتقد أنه نحن دائما عندنا الحاجة البسيطة نبتدي نوسعها ونخليها قضية ونجادل فيها، وأنا أعتقد الهدوء والسكوت والبعد عن التناقض. إذا وصلت المرحلة لحاجة شخصية ليس في العمل، هناك في جهات أخرى تستطيع أن توقف هذا ولها مكان. حديثه عن الأمير نواف بن محمد، نعم، حديثه عن الأمير نواف بن محمد، يعني الحديث ما يعني بمعنى أنا أتكلم الدكتور يعني حافظ المجلس بيقول له أنت يعني نبغى أنا عارفينك لكن نبغاك تصير رئيس الاتحاد الآسيوي، يعني ما أقول لك واحد يقول لك والله من محبة، هي بس في أحيانا في محبة وشهادة بس فيها برضو يعني تكهف على الرجل ولا شيء، يعني ما تروح سوي إذا تقدر خليك تصير رئيس الاتحاد الآسيوي. أنا ما أبغى، أنا عن نفسي أنا أقول أبغى كورتي تكون كويسة، انا ابغى اوصل اسيا بدون ما يكون حتى احد،
يعني طب ما انت دخلت كاس عالم ووصلت كاس عالم ووصلت اسيا واخذت اسيا وصرت بطل في اسيا. ما اقول انه لازم يكون، بس احنا المشكله عندنا لما تبتدي الحاجات تتحول الى شخص عشان فلان. انا لما اجي اقول والله احنا زي ما قال الاستاذ عبد الله، احنا الان صوتنا في اسيا ضعيف، نريد ان يكون صوتنا اقوى وذا قيمه، هذا نحن نبحث عنه، نحن نبحث عن كده. لكن الدكتور الامير نواف قال، الدكتور حافظ قال، محمد الناصر قال، هذه اشياء داخليه. لما نتكلم عن شيء داخلي، احنا اكثر ناس انا بقولها في العالم او ممكن في العالم العربي دائما يعني كما يقال غسيلنا منشور، يعني ما من حافظ في، مع انه بعض الانديه عندها ما عندها هذا الغسيل المنشور، لكن بصفه عامه في الرياضه السعوديه كل شيء بينقال، النقد موجود، لكن النقد لا يؤدي الى حساسيه وحزازيه وجبهات، انا لا اؤمن بهذا ولا اقبل. يعني انا ممكن انتقد الدكتور، بس دكتور يعني في الفتره الاخيره دكتور حافظ المدلج والاستاذ محمد النويصر كانوا في وجه المدفع، يعني كانوا في وجه الانتقادات، احيانا اللي كانت منطقيه ومقبوله، واحيانا كانت يعني تصل الى حد التجريح. يا دكتور في ناس لمحوا في اكثر من مره انه الدكتور حافظ المدلج والنويصر من المستفيدين بتغييب الارقام، بل وصل البعض انه وصل انه يعني يلمح انهم استفادوا ماديا، ما كان النقد احيانا موضوعي. انا اوكي خلينا نقول لا اوكي، هل حافظ المدلج الدكتور حافظ المدلج محمد النويصر هم اللي يديروا الرياضه السعوديه؟ هل هم اللي يديروا الرياضه السعوديه؟ لا طبعا. هل هم المسؤولين؟ المفروض انه لو اعرف انا من المسؤول اللي يجي يقول لهم فين العقود؟ فين هذه لازم تطلعوها؟ احنا كناس رياضيين برا واللي في الانديه يبغوا يعرفوا ايش العقود، وليس من حق الانديه. يعني انت ايضا لما اقول لك هذه اوكي، انت مخبي علي العقود الى الان. طب ليه مخبيها؟ سؤال، ليه مخبيها؟ مو هي قضيه كده، انت لازم الشفافيه اللي عندك، واللي ما يبغى لازم يحط كل الامور واضحه. انت ما تخاف من احد ولا تخاف من شيء، ما دام كل الامور احنا نثق فيكم وثقتنا عمياء فيكم اذا اردتوا نقوله ومحبتنا لكم، لكن كمان لا تغيبوا المعلومه. يعني انت في كل شيء انا بقول الرياضه السعوديه والاحتقان الرياضي سببه اللجان الموجوده في الرياضه السعوديه، واللجان كلها يعني لا تعرف ماذا هو الصحيح وماذا اللي يطلع وكيف احطوا القرار ده وكيف، ما في شفافيه. وانا اتكلمت قبل كده وقلت حتى للاستاذ احمد عيد، يا جماعه العقوبات لو طبقت وفي انظمه محطوطه والناس عارفاها ما حد عنده مانع، لكن انت يوم تطلع لي قرار عشان ترضي محمد ويوم ترضي قرار غيره على نفس المشكله على نفس الحدث، هذا مو صحيح. هذا اللي بيخليك تنفعل وتنقاد، لكن كل ما تكون في شفافيه وسرعه في وضع النقاط على الحروف او الناس ما حد يتكلم. نعم ما حد يتكلم. لما انت ما تقول وما تقول وما تقول حتنطال عليك الاقوال يا اخي. طيب خلينا نشوف راي ابو بدر والاخرين بشر. اوكي ابو بدر، الخبر الثاني معانا عن العمري للكلاسيكو والعريني للشباب والنصر والمرداسي للاتفاق والفتح. جولة أولى من كأس الأبطال كان فيها رضا تام على أداء الحكم السعودي. والله فيه جولة يعني ثانية. لو اسمح لي أنه أنا يعني أثني على كلام الدكتور. طيب مدني بإشارة سريعة، يعني أنا الأمير نواف أعرفه من حوالي 30 سنة تعاملت معه أول ما جاء، وأيضا الدكتور حافظ من ذلك التاريخ عندما كان طالب في الجامعة كان يكتب عندنا، ترى كل الاثنين مخلصين، يعني الواحد لا يشك فيه. الأمير نواف حاد الحقيقة، ويمكن جرأته وصراحته أحيانا تجعله يدخل في نقاشات. ردة فعل حافظ أنا أعتقد أنها طبيعية كردة أي شخص عندما يشعر بأنه ذا أنه يرد. هيئة الدوري المحترفين لأن هي اللي صارت في الواجهة السنة العام الماضي في سنتين، طبعا هي اللي تنظم وهي اللي تدخل في البوابات، وإحنا مستعجلين نبغى بوابات إلكترونية، نبغى دخول في كذا، نبغى في صحيح أخطاء مشاكل وثق ثقة تامة أنه كثرة النقد لأنهم يعملون، لو ما يعملون ما أخطأوا، وهذه يعني قاعدة معروفة بدون ما إحنا نطول في هذا الموضوع. نجي للتحكيم، والله كان في تقريبا يعني رغم انه فيه اخطاء الحقيقه حصلت، لكن يمكن قد لا تكون تلك الاخطاء المؤثره في المباريات، وبالتالي كان في شبه، ما اقول يعني رضا تام، لكن انا اعتقد انه في شبه رضا تام وقناعه على. طب ممتاز، يعني من اول اصلا ما كان في حتى ريحه الرضا، يعني والله هذا صحيح يعني هذه خطوه للامام شوي. والله يا ليت نقول ان شاء الله في خطوه للامام. دكتور تشوفها خطوه للامام مع التحكيم؟ هي خطوه للامام، بس السؤال
احنا ما احنا هذا اللي بنقوله. احنا لما نجح الحكام صفقنا لهم قولهم ممتازين، لكن لما يخطئ الحكم وتقولوا ليش اخطات، يقوم يغرموك 100,000 و200,000، يعني الخزانه مفلسه عندهم وبياخذوا من جيوب الناس، هذا مو منطق. وانا قلت لي برضه، قلت للاستاذ احمد عيد، العقوبات اللي بتخلوها ماليه هذه يعني كانكم بتقولوا الناس ما نبغاكم في الرياضه، او نبغى ناس محددين في الرياضه. يا اخي العالم، لما انا بكون مسؤول عن فريقي وبجهز فريقي وخطا فادح من حكم امام العين ولا وضيع لي 3 نقاط او طلع لي بطوله، ما تبغاني اتكلم؟ ترى نحن ما احنا ملائكه، احنا بشر، نحمق ونزعل ونخرج عن طورنا. طب انت ما حكمك غلط يا اخي، انا ما قلت لا، لو سبيته في اهله في شرفه ده، لكن لما اقول الحكم غلط ونحن ضحيه التحكيم، تزعلوا ليه؟ تزعلوا ليه؟ حكمك لما كان كويس كلنا صفقنا له وكلنا اجدنا به، وهذه مهمه لازم يكون كده. طيب احنا ما بنتجمل عليك، لكن انت المفروض ايضا الان بتعمل نوع، انا اسميه يعني نوع، يعني العمل اللي بيصير في حكايه العقوبات دي، انا اعتبرها، وقلت له برضه، قلت له استاذ احمد عيد، يا استاذ احمد عيد، المبالغ اللي بتحطوها اكثر من اللزوم، اتدرجوا، اللي يخطي اول مره له كذا، اذا اثنى 3 وخلوها نظام معروف. لكن انت من اول ما ده 200,000 ده 300,000، انتوا عندكم عليكم ديون انتوا بتسددوها من جيوب المسؤولين في الانديه، هذا مو صحيح. طيب انا قلت واقول لازم الحكام السعوديين كانوا على مستوى عالي وصفقنا لهم، بس لما يغلطوا لا تزعلوا. طيب العراني ترى بس لسه يعني خبر مش رسمي حتى الان، مساله انه الحكم العراني للشباب والنصر. مين اللي طلع الخبر؟ سؤال، مين اللي طلع الخبر ده؟ عوض طلع تركي. عوض الصبور. مين طلع ان العراني حيكون حكم وبعدين يتغير؟ مين؟ لا لسه لحظة دكتور، ما قلنا شيء، قلنا انه في خبر. معليش، عشان كده لسه الخبر، يعني خبر مسرب عند عوض، يعني نلوم انه طلع خبر عند عوض، عند محمد اللي سربه من داخل اهل البيت، يعني من التحكيم. اذا لازم يا لجنة الحكام تقوم تنفي، لانه بكره لو العريني وما انحطوا يقول لك ها والله تكلموا وصارت تليفونات وضغطوا عليهم، ليه تخلوا نفسكم في الشبهة؟ يعني يقول لك الحرام مبين والحلال مبين وبينه شبهات. اذا انت من يوم ما تعرف طلع اسم حكم غلط تقول هذا غير صحيح خلاص، لكن تنتظر وبعدين تطلع لي حكم ثاني يقول لك لا ايه والله. أبسأل عوض ولا نادي؟ أبسأل عوض في الفاصل من وين جاب الخبر؟ يجيبه ويؤكد عليه انه من منطق صحيح. لا هذا اللي انا بقوله. لا بسال عوض من وين جاب الخبر؟ يمكن الخبر طيب من برا اللجنه، يعني مو شرط يكون من اللجنه. معليش تركي لو انا مسؤول الان، انت الان مسؤول عن هذا البرنامج، لو واحد تكلم عنه شيء لازم حترد، والا سكوتك علامه الرضا. يا اخي نحن نتكلم بعامي بالشارع الرياضي العام. لما تقول وتسمع في الشارع الرياضي والناس انه الحكم فلان الحكم، وفي اخر لحظه يتغير، تبتدي الاشاعات تنصب على اللجنه وعلى الناس، ايوه وجامل وفلان هذا اللي ما نبغاه. من يوم ما يطلع شيء كذبوه، يعني انتم تنتظروا تصير وتسمعوا وتصير المصيبه ونحرق البيت وهذا، بعدين تقول والله نبغى، ما صحيح، هذا مو صحيح. انا بقول لك هذا اللي بيحصل من الاحتقان في الشارع، هذا شيء منه يا طيب. تركي وانا اسف. هي في لا لا ابدا بالعكس. هي في النهايه دكتور مدني، حتى لو الاخ عوض او سين من الناس قال انه مصدره هو خارج اللجنه، في النهايه طالع الخبر من اللجنه، سواء وصل له بطريق غير مباشر او غير مباشر. مين اللي كلف الحكام اصلا؟ التسريب طالع من اللجنه، يعني تخوفون عوض ما عاد يجيب لنا اخبار ولا يطلع اخبار. يا جماعه الخير خلي الرجل يطلع الاخبار، ما عليك عوض في الكلام اللي انقال ابدا، خليك زي ما انت مع اخبارك، خلينا نشوف اخبار نشوف.